قامت مديرية الصحة والسكان بتزويد المؤسسة بمجموعة من الأجهزة المختلفة تمثلت في 5 أجهزة تصفية الدم، جهازي إنارة لغرفة العمليات، جهاز تعقيم أدوات مستلزمات العملية حجم كبير، جهاز إيكوغرافي، واثنين جهاز تصوير أشعة رقمي. استقبلنا معدات وأجهزة لجنيراتور دو دياليز للتكفل الأحسن بالمرضى شي لي انسيفيزون صغيرة الكرونيك. ونتمنى مواصلة المجهودات أكثر يعني باش نتكفلوا بالعدد الكبير تاع المرضى.